الإقالة ديال السي عموتة في الصراحة راه ربما خسران كبير، يعني الوداد بيضاوي. عموتة إطار كبير معروف وسبق لي جلس، المهم يعني المستوى اللي وصل ليه المهم عموتة المهم في التدريب. يعني بالنسبة لي كانت مفاجأة، خصوصا أن المدرب حقق معهم لقب دوري أبطال إفريقيا البطولة الوطنية، والفريق مقبل على لقب مقبل على دوري ابطال افريقيا، وايضا كاس السوبر المغربي الامارات مع الجزيره، وايضا كاس السوبر الافريقي مع موزامبيك. بالنسبه لي هي كانت مفاجاه، لان السبب في هزيمه فريق 6 مواجهات في البطوله الوطنيه يعني هو بسبب اولا اغلاق ملعب مركب محمد الخامس، يعني كيضطر فريق الوداد البيضاوي انه ينافس فرق ديالو بمدن اخرى، ايضا بعض الغيابات وازنه لاعبين يعني بسبب الاصابه، وبعض اللاعبين اللي التحقوا بالمنتخب المحلي بالاضافه الى اخطاء الفرديه ديال اللاعبين. وايادي خفيه اللي كتخدم مع الرئيس السي النصيري، يعني اللي كيحرضهم باش يحاربوا السي عموته، واخيرا وصلوا لشنو بغاو وخلاو الفريق الوداد البيضاوي غيغرق دابا في المشاكل، وغتعاود الاسطوانه اللي بدات مع فريق الرجاء بعد فوزه بالمونديال كتعاود دابا مع الوداد. قالت فوق ديالها هكاك، لان النتائج ماشي هي هذيك، الفريق عنده جميع الامكانيات، اللعابه كاين اللي اختارهم هو كاين اللي لقاهم هو موجودين، اذا ما عنده حتى شي سبب، كاين شي حاجه ما واضحاش ما نعرف ما هو، ما عنده حتى شي سبب، الفرقه مزيانه كلشي مزيان، اللعابه هما هذوك ديالو، المسؤوليه كيتحملها هو، انما واحد شويه تعطلوا يعني هما تاخروا باش داروا الاستقاله، يعني كان عليه يديروا لي منجه من الامارات، كان عليه يديروا لي استقاله من تما، ولكن تخلوا تخسر 6 مقابلات، يعني كان عليه دابا بزاف 6 مقابلات، الوداد في الرتبه دابا 16. ما فهمتش علاش هذا التراجع في المستوى ديال الفريق منين رجع من كاس العالم للانديه، ولكن الاقاله ديال المدرب كانت هناك يمكن بزاف العوامل، الناس ديال المسؤولين ما عجبهمش النتائج السلبيه، راه باش يفصلوا عموتة بالطريقه هكا، ما عنده حتى شي سبب، وما كاينش شي سبب باش يقيلوه، فهمتي؟ قرار انا ما وافقش معاه، مازال عنده بلاصته مع الوداد ان شاء الله، ومازال يقدر يمشي معاه مزيان، وكيبان لي انا ما يلقاوش بحاله. والله نتمنى يعني الوداد يحصل على شي مدرب واحد الاخر اللي هو يخرج الوداد من هذه القوقعه هذه، وفي نفس الوقت كنتمنى العموتة ان شي فريق يعني واحد الاخر اللي يبين يعني فيه القدرات ديالو اللي هي عنده كبيره بزاف صراحه. وشكرا.